السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل السيدات وكل الانسات، كل الامهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الاخوات لكم مني ارق واطيب التحيات. في المعده بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنه منذ سنوات يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم امراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل اس اس او عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك حيث نقوم بتجميع الرسائل والاجابه عليها كلما سمح الوقت بهذا ونستكمل مع حضراتكم اليوم بعد كل عام وحضراتكم بخير نستكمل اللفظ المرعب للسيدات الباحثات عن الحمل وهو مخزون المبيض من البويضات وكما قلت سابقا ولما لا يكون مرعبا حيث انه مرض عضال شديد وبلا اعراض لا تشعر المصابه به باي مشاكل ولا تشعر باي شيء ولا يكتشف إلا قدرا عندما يجري أحدا تحليل وفحوصات لفحص المخزون اللي النهاردة هنقولها وعندما نصل إلى هذا التشخيص فتقول السيدات ما العلاج فلا يوجد علاج لا يوجد علاج ليزيد المخزون ولا ليحسنه ولا ليحافظ عليه ولا ليمنع تدهوره ولا يحافظ على فرص السيدات في الحمل فهي منطقة من العلم وصل العلماء والأطباء إلى كيفية تشخيصها ومحاولات واستراتيجيات للتعامل معها لكن لا نجد لها شفاء ينهي هذه المشكله. وكان هذا هو التاثير المعروف للسن وكان قديما معروف ان السيدات بمرور الوقت والعمر سيقل كفاءه مبيضهم وبويضاتهم وتقل فرصهم في الحمل الى ان قنن هذا تماما. والحلقه الماضيه جبت لحضراتكم فيديو يتحدث عن تأثير السن على السيدات وخصوبة السيدات لأن اللي استدعى كده لما كانت في متصلة الحلقه قبل الماضيه لما بنقول لها لو سمحتي حضرتك بقالك سبع سنين وما بيحصلش حمل ويلا ولازم تاخدي خطوات جديه خاصة إن سنك ابتدى يتقدم عن 30 سنه قامت قايله السؤال الغريب إن نسمعه من واحده في ظل اللي احنا عمالين نقوله قامت قالت ايه ده هو السن بيأثر فقلنا لها ايوه السن بيأثر وجبنا الفيديو بتاع المره اللي فاتت عشان نؤكد ان السن يؤثر وهنكرر الفيديو او مش نفس الفيديو يعني هنجيب فيديو تاني النهارده عشان نقول ان السن يؤثر. سن السيدات عامل مهم جدا في خصوبتهن، كلما تقدم العمر والسن كلما قلت خصوبه السيدات. قبل ما اعرض الفيديو لحضراتكم هقول الارقام اللي فيه على ما الكنترول يجهز الفيديو. السيدات يتكون البويضات لديهن وهن اجنه في بطن امهاتهن. قلنا الجمل دي اكتر من مره ناكد عليها تاني. كل انثى وهي جنين في بطن امها عمر عشرين اسبوع تقريبا خمس شهور من الحمل تكون داخل مبيضيها حوالي سبعة ل مليون بويضه. ثم يبداوا في الضمور التدريجي بمجرد انها تولد وبقت جنين على وجه الارض وولدت بتفقد من السبعة تمانية مليون بويضة جزء كبير جدا وتولد فقط ما بين واحد لاثنين مليون بويضة موزعة على المبيضين ويستمر عملية ضمور البويضات عشان نصل لسن البلوغ اللي السن السيدات تبتدي تفكر فيه في حمل وإنجاب وأنا هتجوز إمتى وبتاع السن 13 سنة فنلاقي فقد كمان ألوف كثيرة ويتبقى تقريبا 300 ل 400 ألف بويضة موزعة على المبيضين المشكلة ليست في العدد فقط المشكلة كمان في الجودة نبتدي نشوف الفيديو وهقول لحضراتكم الكلام ده واضح جدا بوصول السيدات لعمر 30 سنة تقريبا اللي فاضل ما بين 27 ل 30 ألف بويضة وممكن نشيل الاسترابة عشان الكلام يبقى واضح عند الولادة 2 مليون بويضة كلها نوعيتها جيدة نسبة شبه معدومة أن تكون نوعيتها رديئة عند البلوغ 300 ل 400 الف بويضه نسبه قليله جدا نوعيتها رديئه فرص حدوث الحمل اعلى ما يكون وخصوبه السيدات اعلى ما يمكن ما بين سن 19 ل 24 سنه بعد سن 24 سنه تقل الخصوبه نتيجه لقله عدد وجوده البويضات عند سن ما بين 35 ل 37 سنه الموجود اقل من 30 الف بويضه كنا تقريبا 300 لـ 400 الف عند سن 13 سنه 100000 عند سن 30 سنه 10% منهم نوعيتهم سيئه عند سن ما بين 35 ل 37 سنه الموجود اقل من 30000 بويضه تلتها 30% منهم نوعيتها رديئه عند سن 40 سنه المتبقي فقط 10000 بويضه عند سن 40 سنه 10000 بويضه للمتبقيين 90% منهم نوعيتها سيئه عند حدوث سن يأس بيبقى موجود في المبيضين ما هو اقل من ما بين 100 ل 1000 بويضه وكلها نوعيتها رديئة يبقى بتقدم العمر بتقل عدد البويضات وتزيد فرص البويضات غير الجيدة غير القابلة للتخصيب غير القابلة لحدوث حمل وإذا حدث حمل فرص الإجهاض مرتفعة وإذا لم يحدث إجهاض فرص التشوهات مرتفعة كلما المنظر ده منظر لتخيلي لو خدنا قطاع عرضي في المبيض وعدد البويضات اللي فيه اللي مليان بويضات عند الولادة وعند البلوغ تقريباً التلتين راحوا وعند سن 35 ل 37 سنه ما تبقى ما بين 3 ل 10% وعند سن 40 سنه ما بين 1 ل 3% من البويضات اللي ولدت بها السيده لكن المشكله ان الجوده كمان بتبقى سيئه. نوقف الفيديو على كده بعد اذن حضراتكم؟ نوقف الفيديو ونرجع ليه؟ وبالتالي يقينا السن يؤثر في فرص السيدات في حدوث الحمل. وزي ما قلت وبقول كل مره ما تجيش واحده تقول لنا ايه انا اعرف واحده عمرها 43 سنه وحملت فانا ارد عليها واقول لها وانا اعرف 100,000 واحده عمرها 40 سنه وحاولت الحمل ولم تستطع فالاستثناء اللي حضرتك بتقوليه يؤكد القاعده اللي احنا بنقولها ولا ينفيها واحده تعرفيها من سن 43 سنه من ملايين السيدات عند هذا السن يحاولن الحمل ويفشلن في حدوث الحمل نتيجه لقله عدد وجوده البويضات وبالتالي السن عامل يؤثر بالسلب ومخزون السيدات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وبعض السيدات قد تفقد المخزون ويبقى عدد البويضات اللي عندها وهي عمرها 20 سنة زي عدد البويضات اللي مفترض تكون في سيدة عمرها 40 سنة هنبقى نتكلم على الأسباب وإحنا كلمنا وهنكرر تاني لكن كيف نكتشف هذا؟ هناك فحوصات لتأخر أو لضعف مخزون المبيض من البويضات هذه الفحوصات تنقسم إلى فحوصات بالسونار نعمل حاجه اسمها عد الجريبات هنشوفها دلوقتي وفحوصات عباره عن عينه دم لبعض الهرمونات اهمها هرمون اللي اسمه الانتي ميليريان هرمون او الاي اتش ممكن نشغل الفيديو وانا مترجمه لحضراتكم ما هي فحوصات ضعف مخزون او قياس مخزون المبيض من البويضات اول هذه الفحوصات هو عد الجريبات اسمه انترا فوليكولار كاونت عد الجريبات اللي بتظهر في صور كور سوداء سوداء داخل المبيض بالسونار المهبلي شايفين المبيض ده مليان بالجريبات مليان بهذه البويضات حتى كمان الرقم ده كبير شويه غالبا السيده دي عندها تكيس موبايل نوقف الفيديو بعد اذن حضراتكم نرجع بالفيديو كده خمس ثواني ونوقفه لو امكن ما امكنش خلاص نرجع بالفيديو ايوه نوقف على الصوره دي ده بقى مبيض اخر حجم المبيض نفسه اصغر من المبيض الثاني والجريبات اللي فيه اللي هي الكور السوداء واحد اتنين تلاتة بالكاد يبقى هنا عدد الجريبات قليل يبقى لما تيجي ست تقول لي بقالي سبع سنين متزوجه وبروح لدكاتره نسا وبيعملوا لي سونار كل مره ومحدش قال لي ان عندي ضعف في المخزون قال انتم يبقى هم يلاموا لان يمكن اكتشاف عدد الجريبات اللي داخل المبيض والتي تدل على مخزون المبيض من البويضات وتدل على عدد البويضات اللي ممكن تخرج من المبيض اذا قمنا بعمليه تنشيط زي ما مكتوب قدام حضراتكم الوقت الامثل لاجراء هذا الفحص هو ممكن تعمل في اي وقت لكن الوقت الامثل هو عمل سونار ولازم مهبلي السونار اللي من البطن اللي بيتعمل لسيدات كتير بتسعى لحدوث حمل بقالها سنين بتروح لدكاتره لا قيمه له سونار البطن لا يرى شيء سونار البطن لا يشخص شيء امراض نسا السيدات اللي مش حوامل بيتشخصوا بعمل سونار مهبلي والسيدات الحوامل في اول شهر شهر ونص حمل بيتشخصوا بعمل سونار مهبلي الوقت الامثل عمل سونار مهبلي في ايام الدوره الاولى لبيان عدد الجريبات اللي داخل المبيض اللي هي الكور السوداء دي نمشي الفيديو في هرمونات تانية وفي عندنا رسمة شهيرة للهرمونات اللي بتبقى موجودة على كل المواقع الطبية وفي كل الكتب الطبية الانترال كاونت ده بيحبوه جدا دكاترة الحقن المجهري لأنه نوقف الصورة على كده لأنه يعطي فكرة عن إننا إذا ادينا تنشيط للتبويض للسيدة في هذا الشهر اللي عملنا السونار المهبلي في اوله ده متوقع تنتج كم بويضه وبالتالي لان التوقع ده هيحدد نقدر نشتغل الشهر ده ولا لا فدكاتره الحقن المجهري بيلجاوا للفحص ده احسن كمان بالنسبه لهم من الفحوصات الاخرى الفحص الثاني الشائع وهو الاكثر شهره هو الانتي ميليريان هرمون وهو الاي ام اتش وهو عينه دم بسيطه ويمكن ان تؤخذ من دم السيده في اي وقت من الدوره ودي ميزاته وملوش وقت معين هذا الهرمون تنتجه الخلايا اللي داخل البويضات الصغيره اللي صالحه للنضوج داخل المبيض وبالتالي كلما ارتفع هذا الهرمون كلما دل على ان عدد البويضات الصالحه للتخصيب اعلى وكلما قل عكس قله عدد البويضات الصالحه للتخصيب هذا الفحص مشهور ومحبب جدا للاطباء والمرضى لانه سهل وعين الدم ولإنه ما فيهوش راي دكتور عمل سونار مهبلي وقال لي المبيض كويس ودكتور تاني قال لي لا مش كويس ده رقم والارقام لغتها صادقه واحيانا صادمه هذا الهرمون يجرى في اي يوم من ايام الشهر وهذا يسهل هذا الاختبار الاختبار الثالث هو عمل تحليل في ايام الدوره الاولى ولازم في ايام الدوره وهو تحليل هرمون الاف اس يبقى هنا صعوبته رقم واحد انه لازم له وقت محدد صعوبته رقم اثنين ان هذا التحليل لهرمون الاف اس الذي يجرى في ايام الدوره الاولى مخادع هو الهرمون ده بيفرز من الغده النخاميه في المخ عشان يحفز المبيض كل ما المبيض زي مطور العربيه الكويس استجابته كويسه هيستجيب مع كميه قليله من هذا الهرمون فكلما قل هذا الهرمون عكس جوده المبيض واستجابته كلما ارتفع هذا الهرمون زي ما العربيه اللي حد عشان يسوقه ويحركه بيدوس بنزين كتير فكل ما يرتفع هرمون الاف FSH كل ما يدل على ان المبيض استجابته قليله وان هو تقيل في استجابته ومش عايز يستجيب ومحتاج لكميه كبيره من الوقود من البنزين من المحفز اللي هو هرمون الاف FSH عشان يثير المبيض ويستحسه وخاصة إذا كان الرقم فوق 10 وبعض المراجع الطبية بتقول فوق 12 في الأيام الأولى من الدورة مقلق وبعض الدكاترة اللي بياخدوا بعين الحيطة بيقول أي رقم 9 فيما فوق يقلقنا كلما قل المخزون كلما ارتفع مستوى هرمون ال FSH وكلما ارتفع مستوى هرمون ال FSH فهو مؤشر لضعف مخزون المبيض وضعف استجابته لأدوية التنشيط لكن هذا الفحص مخادع يعني إيه مخادع؟ نوقف كده شوية يعني الست اذا كانت واخده علاج هرموني قبل كده يتاثر هرمون الاف اس اتش بي يعني هرمون الاف اس احيانا اعمله في شهر يطلع 8 فيبقى مطمني وفي شهر اللي بعده يبقى 12 مش عارف هو مين هرمون الاف اس لما يبقى مرتفع بيعكس مخزون قليل من البويضات بس غالبا هرمون الاف اس بيرتفع في الدرجات المتاخره جدا من المخزون القليل يعني ايه يعني الست مخزونها قليل من سنه 2015 وهرمون الاف اس كويس والمخزون بقى قليل جدا في سنه 2018 وهرمون الاف اس اتش كويس والمخزون قليل جدا جدا في سنه 2020 وهرمون الاف اس اتش ابتدى يرتفع ويقرب من 10 او 10 وبعدين المخزون انعدم فلقينا هرمون الاف اس اتش بقى 12 13 يبقى هو بيديك امان زائف في المراحل الاولى لانه مخادع ولانه بيرتفع وينخفض ويتاثر بهرمونات اخرى ويتاثر بايام الدوره ويتاثر بعلاجات هرمونيه الست واخداها ويتاثر باحوال عديده وهو لا يرتفع ارتفاع واضح ويقيني الا في الدرجات والمتقدمه جدا من ضعف المخزون. فالتحليل ده كنا بنعتمد عليه زمان لكن الوقت ما هوش له أهمية قوي لكن طبعا له أهمية مع باقي الفحوصات عشان تكمل الصورة لما ألاقي تحليل المخزون قليل والإف اس اتش مرتفع وعد الجرايبات قليل يبقى يقينا الست دي مخزونها قليل وما تبقاش تيجي تشكك عندنا في الكلام وتقول ما حدش قال لي الكلام ده اللي في العيادة عندكم وانتوا ايه ما حد أنا بقالي ست سنين بروح لدكاترة ما حدش قال لي الكلام ده مش ذنبنا انهم هم ما الحقيقه وما بيعملوش الفحوصات اللي مطلوبه وفي معامل كويسه وفي التوقيت الكويس ونمشي الفيديو آه غالبا طبيب تاخر الحمل سيقوم بطلب اكثر من فحص لتاكيد المخزون واثباته باكثر من طريقه وذلك للاهميه الشديده لمخزون المبيض من البويضات لأنه تحديد دقيق وجيد يجيب عن أسئلة السيدة في فرصها في حدوث الحمل وفرص اكتماله ويمكن اللجوء للحقن المجهري أم لا وفرص نجاح الحقن المجهري مخزون المبيض من البويضات وفحص هام وضروري من فحوصات تأخر الحمل فحص هام وضروري من فحوصات تأخر الحمل وأبسطهم الثلاثة اللي قدام حضراتكم ونقف في الفيديو ونرجع ليا تمام؟ وما قالوش في الفيديو فحص هام لفحوصات تاخر الحمل في السيده اللي سنها كذا ما قالوش اللي سنها اصل انت سنك صغير نطلبه ليه تمام زي ما بيقول الدكاتره غير المتخصصين والذين لا يقولون الحقيقه والذين يخادعون السيده بالباطل اللي بقى لها سنين بتروح لدكاتره ويقولوا لها انت كويسه وهايله وممتازه ومخزونك من البويضات هايل والتبويض بتاعك ممتاز والشهر الجاي هتجيلي حامل في توأم وانتي بس ما تفكريش وشيل الموضوع من بالك وانتي عشان حطاه وتلاقيها خالتك النفسيه ولا حالتك البدنيه وتأثيراتك المعدنيه واي حاجه كده في الكلام ده وبقالي سنين بسمع الكلام ده ومحدش وبعدين تيجي نقول لها للاسف تحليل المخزون ضعيف جدا 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 وفرص حدوث الحمل نادرة وقد تكون شبه منعدمة ونفاجأ بالانهيار لأن محدش طلب التحليل مش مكتوب في الفيديو ومش بيتقال أن التحليل يطلب في السيدة اللي متأخرة في الحمل واللي سنها فوق كذا طبعا اللي سنها كبير أغ... عمل هذا التحليل شيء حتمي واللي ما يعملوش يبقى بيخالف القواعد لكن هذا التحليل هو واحد من فحوصات تاخر الحمل الان وليس فحص لفحوصات تاخر الحمل للسيده اللي سنها كبير. هنستكمل الموضوع ده في حلقات قادمه اظن الحلقه بتاعة النهارده والفيديو بتاع النهارده لخص تاثير السن بعدد وارقام واضحه وصور واضحه محدده وانواع فحوصات المخزون القليل. طبعا في فحوصات أخرى الحقيقة بس أقل شهرة وأقل دلالة وأقل استخداما لو إحنا استخدمنا الثلاثة دول يبقى كفاية لكن طبعا عشان الأطباء لو حد بيتابع فيه فحوصات أخرى زي الإنهبين وزي الإي تو وحاجات تانية لكن يعني خلينا دول الأكثر شهرة والأكثر ممارسة والأكثر تداولا ولو عملنا دول هيبقوا يكفوا عن الباقيين معانا اتصال تليفوني آخر اتفضلي يا رند وعليكم السلام يا فندم سمحت يا دكتور انا متجوزه من ثلاث سنين وعندي 19 سنه ايوه ورحت لدكاتره كتير كده وكان مرور كمان يعني وبعد كده عملت منظار من بطني من ثلاث شهور عشان كان ايه الداعي لعمل منظار ان مفيش سبب واضح لتاخر الحمل؟ اه بعد كده طلعت الانابيب مسدوده عندي وكده وهي يا فندم الانابيب اللي مسدوده ما كانش اتعمل طوال الثلاث سنين ذهاب لدكاتره اشعه اسمها اشعه بالصبغه عشان تبين الانابيب فنبقى عارفين انها مسدوده قبل ما نخش نعمل المنظار فنروح نعمل المنظار عند حد متمكن في المناظير عنده امكانيه لتسليك الانابيب بدل ما اعمل المنظار عند حد ما بيعرفش يعمل غير منظار تشخيصي بخرمه في بطني وحقنه الصبغه ولقوها ما عدتش قالوا هنعمل لك ايه الانابيب مسدوده وبعد كده ما حصلش حمر برضه بعد 13 ويدوني حقن تفجير وكده وبرده ما يا فندم ادوا لحضرتك حقن تفجير وحقن تنشيط ما هو ده اللي كانوا بيدوهولك قبل المنظار هو الانابيب اللي مسدوده لم تكتشف لم يتم عمل اشعه بالصبغه قبل المنظار سؤال لا, لا طب حضرتك بلاش بلاش انا انت بتسمعي كده في كلام الستات في احاديثهم في الاتصالات اللي بتيجي البرنامج زي ده مش بتسمعي الستات كده بتعمل تقول وعملت اشعه بالصبغه لا وكذا مش بتسمعي كده؟ بس يا دكتور ما هو لازم الدكتور يقول لي انا مش هعملها لنفسي يعني انا مش بلوم على حضرتك انا بسالك بس سؤال بقول لك بتسمعي الستات بيتطلب منهم قولي لي اه بسمع لا ما سمعتش اه كويس كون انه ما طلبش من حضرتك انا ما اتصلحت على الدكتور أيوة كده قال لي قال لي كل حاجه تمام بس احنا هنعمل منظار هو هي شخص لنا ايه فيه يعني طب بعد اذن حضرتك اسمحي لي ان اقول الخداع الذي تم خداعك به، السونار بيبين كل حاجه تمام، السونار لا يظهر الانابيب، السونار ليس فحص لنفاذ الانابيب، والدليل ان حضرتك قالوا لك بالسونار ان كل حاجه كويسه وجوه المنظار قالوا لك ان الانابيب مسدوده. اثنين، المنظار واحد من الفحوصات اللي بتبين الانابيب مسدوده ولا سالكه؟ نعم، لكن لما ابقى واخد احتياطي زي ما قلت لحضرتك الدكتور قال لي اعملي منظار عملته عندنا في بلدنا في مستشفى ام سمينها في بلدنا مستشفى هي عباره عن شقه في دور في عماره والاسم انها مستشفى وعملولي منظار تشخيصي خلصت العمليه في عشر دقائق حقنوا الصبغه مرة واتنين وقالوا لي الأنابيب مسدودة والمنظار ده ما خدتش لو سي دي ولا فيديو ولا فيش أي إثبات ولا دليل على الكلام ده وخرجت من المنظار اللي بيقولوا لي الأنابيب مسدودة بيدوني تنشيط للتبويض رغم أن لو الأنابيب مسدودة تنشيط التبويض لن يجدي تعرفي واحدة اتعمل فيها الكلام ده ولا ما تعرفيش سمعتي عن حد تم معاه هذا السيناريو بينما السيناريو المظبوط كان أن أنا أعمل أشعة اللي بالسبغة انا عاملاه عند دكتور يعني متخصص وكبير وقعد ساعه يعني ان هو يفتح الانبيب بتاعتي وكانت كانت معصلجه قوي كده طيب وهو ما حدش كان قبل المنظار قال لحضرتك ان الانابيب مسدوده خالص نمره اثنين السؤال التاني سماني. عشان استني بس عشان الكبر آه المنظار اللي حضرتك عملتيه ده لو سي دي لو فيديو يثبت الكلام ده لا تقرير بس يبقى كانه لم يجرى كانه ايه لم يجرى حضرتك اتطلب منك تحاليل قبل كده مش كده طيب نكمل المريض المصري يطلب منه تحاليل اللي هي عباره عن شكه ابره وعينه دم وبتتعمل في معمل لا يقبل ان المعمل يتصل بيه يقول له التحاليل كويسه يقول له كويسه ايه هو في حاجه اسمها كده فين الورقه فين الرقم فين التقرير فين التحليل انا عايز اثبات ان انتوا عملتوا التحليل كويس هايل ده بالنسبه لايه للتحليل اللي هو شكه ابره وعين الدم ونقدر نعيدها بكره وبعده وفي معمل تاني وتالت ونكررها الشهر الجاي اما المنظار اللي هو عمليه كبرى واللي نتائجها فارقة يعني أنابيب مسدودة مفيش أمل في حمل طبيعي روح يعمليه حقن مجهري أو أنابيب كفائتها مش كويسة فحننتظر فترة من 3 ل لست شهور وفرص حدوث الحمل فقط خمسين في المية حتى بتصل تقول ده عدى ثلاث شهور بعد المنظار وما حصلش حمل أكن المنظار سحر المفترض أنها عملت المنظار في شهر 11 ففي شهر 12 لازم يكونوا بيحضروا هدوم البيبي اللي هيجي طبعا لان محدش مفهم الحقيقه. المهم يعني. او عملنا فالمنظار اللي هو عمليه فارقه ومحدده يقوم المريض المصري يقبل في المنظار اللي ما نعرفش نعمله الا مره واللي الكلام فيه فارق ومحدد وقد يغير مسار خصوبه السيده يقبل المريض المصري فيها المنظار كويس وكل حاجه كويسه، كلام بقي بدون اثبات، بدون دليل، بدون فيديو، تمام؟ ولو حضرتك رحتي طلبتي الفيديو تقولي هروح اطلبه من الدكتور ما هو اكيد محتفظ بيه فانا هسالك انت فاكره كلتي ايه اول امبارح فاذا كنت فاكره فهو هيفتكر حالتك اللي من ثلاث شهور نمره اثنين ان حضرتك لو اصرتي في المنطقه اللي انت عايشه فيها من مصر اذا اصرتي انك تطلبي فيديو العمليه لك هياخدوكي على على قد عقلك يقول لك اه حاضر من عينينا يا سلام احنا ده وبعدين هتخرجي تسمعي الكلمه التي سمعتها كل السيدات اللي في بلادك اصل الاله اللي بتسجل عطله واحنا بنشتغل. معانا اتصال تليفوني اخر. الو ايوه يا فندم اتفضلي. يا دكتور؟ اهلا بيكي كل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيبة لو سمحت يا دكتور انا متجوزه من سنتين ونص وانا عندي 26 سنه. كويس. حصل اهو ست مرات انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عملت التحاليل اللازمه لا حضرتك قلت لي آه. عملت كل التحاليل فقمت انا موقفك وقلت لك لا عملت التحاليل اللي طلبت منك وليس بالضروره ان تكون هذه هي التحاليل اللي مفروض انها تغطي هذه الحاله تفضلي تمام تمام يا دكتور انا لما عملت كان عندي زياده في الوزن وتكيسات ونزلت في الوزن والكلام ده انا لسه سبت من لسه ثابته على الوزن من كام شهر انا حاليا حصل سقط تاني من الشهر اللي فات ده يعني لسه مخلصه سقط لسه قدامي خلصان من كام يوم السؤال. فرحت لدكتور للدكتور هو في خلال ما انا حامل كان بيديني حقن تريكسان وشيام وحاجات من دي ومثبتات وكان اول مره في الحمل ده يظهر لي كتحه ما كانش بيظهر كتحه كان الكتب بيبقى فارغ هو فندم ما فرقش كتير انه ظهر كيس حمل وانتهى باجهاض او انه ما ظهرش كيس حمل والحمل اجهض قبل الكيس او انه ظهر كيس حمل وفارغ وبلا جنين او انه ظهر كيس حمل وفيه جنين وبلا نبض او انه ظهر كيس حمل وفيه جنين وفيه نبض وبعد يومين وقف كلهم نفس الشيء ويعكسوا نفس المشكله ونفس الاسباب ونفس العلاج والتي ليس ليس من ضمن هذه العلاجات الحقن بتاعه السيولة المهم الدكتور قال لي ان انا هو عمل لي التحاليل برضه المطلوبه وقال لي ان دي اخر حاجه هنعملها الشهر ده لو ما جابتش النتيجه لازم تعملي حقن مجهري. السؤال هنا يا هل انا لما بحمل طبيعي كده حضرتك كنت قايل قبل كده بيحصل خلل في الهرمونات فبعد كم شهر الهرمونات هتظبط معاكي ويحصل حمل طبيعي؟ الاجابه هو الحقن المجهري ليس حلا لهذه المشكله. وكل ما قيل لك اصل في الحقن المجهري واللي انت هتقوليه لي دلوقتي هينقوا البويضات وهينقوا الاجنه وهتبقى كويسه. هذا وهم. طب يا دكتور المطلوب؟ أن تذهبي إلى طبيب متخصص يقول الحقيقة ويكتشف السبب ويتعامل معه. وحالات الإجهاضات المبكرة المتكررة ليس من أسبابها مشاكل التجلط وليس من علاجاتها هي حقن اللي حضرتك بتقولي عليها. ولو كان الحمل اكتمل لا قلنا نفس الكلام والحقن المجهري ليس وسيلة للتغلب على مشاكل الإجهاضات المتكررة المبكرة حيث هذه المشاكل سببها سوء جودة البويضة طب ما حضرتك قلت الاسم اهو لا ده اسم عام تحتي مئات وعشرات الأسباب اللي يجب استهداف السبب المحدد اللي عامل ضعف في جودة البويضة والتعامل معه معانا اتصال تليفوني آخر ألو أيوة فندم أي أيوة دكتور ازي حضرتك أهلا بيك أهلا بحضرتك يا دكتور دلوقتي يا دكتور أنا بقالي سنة ونص ما حصلش حمل رحت لأكتر من دكتور في دكتور قال لي إن أنا عندي حتة لحمية في الرحم كان مقاسها سنتي في سنتي بعد كده اداني منشطات طبعا ما جابتش نتيجة طب يا فندم ثانية واحدة إيه يعني هو قالوا حضرتك في لحمية وده سبب و و وارد انه يمنع حمل، لكن محدش شالها قالوا لك سبيها وخدي منشطات اه قال لي احنا نمشي الاول بمنشطات لو ظبطت ظبطت، ما ظبطتش هنعمل من منظومة ونشيل اللحمية. طبعا مشيت بمنشطات شوية وحقن تذكارية حقن كتير ما ظبطتش خالص بعد كده يعني حضرتك تقصدي بكلمة ما ظبطتش اللي هي مم. الدورة ولا تقصدي ما ظبطتش بلهجة الاخوة الشوام ان ما ظبط يعني ما حصلش المفترض انه يحصل ان انت عايزاه انه يحصل حمل تقصدي ايه يمكن ما ظبطتش اه بالظبط كده اه ما 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 ظبطتش حضرتك يعني مع الناس السوريين دي لهجتهم يعني ما ظبطت طيب ماشي اه فبعد كده طبعا عملت اشعه الصبغه والحمد لله ما انا في الرحم حاجه ولا في الانابيب حاجه اه بس في, في الرحم في لحميه يا اللي... فندم في الرحم في لحميه بس انا ما ظهرتش في الصبغه مش لازم تظهر في الصبغه بس في الرحم فيه لحميه ولحميه حجمها سنتي تمام هي اللحميات هو حضرتك انا عايز اسالك سؤال كده جاوبيني كده على قد ما سؤالى آه عارفه الستات اللي مركبين لوالب مش كده ممكن ست تبقى مركبه لولب ويحصل حمل ممكن وارد اه نادر مش وارد مم نادر تمام طيب واذا حصل حمل على اللولب ما تسمعيش كده ان مشاكله بتبقى كتير واحتماليه اجهاضه مرتفعه بالظبط اه طيب حضرتك مركبه لولب وانت مش واخده بالك لا انا مش مركبه حاجه لا يا فندم اللحميه هي لولب وما يسري على اللولب هو ما يسري على اللحميه امم حضرتك بالظبط زي ما تكون واحده بتكلمني تقول لي انا مركبه لولب وبيدوني حقن تفجيريه آه وغريبه أوه. ما بيحصلش حمل امم تفتكر يعني دكتور هي ممكن تكون سبب في عدم أيوة الحمل هي ممكن تكون واحد من الاسباب لا اعلم باقي الاسباب لكن هي طيب. لان حضرتك ممكن تشيليها وما يحصلش حضرتك هتساليني السؤال المصري طب وبال ايه باقي الاسباب؟ ما اعرفش يا فندم اللي يعرف اللي هو اللي شاف حاله حضرتك طب يا دكتور انا رحت لدكتور تاني آه قال لي انت ما عندكيش لحميه ولا عندك اي حاجه عملي سونار على الرحم وقال والسونار اكيد على الرحم والق والقاطع بين الدكتورين ان حضرتك تروحي تعملي سونار مهبلي ثلاثي الابعاد مع حقن محلول ملح داخل الرحم وهذه التقنيه حضرتك ما عملتهاش وبالتالي الكلام مش دقيق برضه اتصال رحم. طيب أه اللحميه هي نمو زائد لخلايا بطانه الرحم. اللحميات وارد حدوثها خاصه اكثر ممكن تحصل في اي سيده لكنها اكثر حدوثا في مريضات تكيس المبايض واكثر حدوثا في المريضات اللي بياخدوا تنشيط للتبويض واحيانا التنشيط يجيب اللحميه او يظهرها يزيد حجمها. اللحميات بناء على وضعيتها داخل الرحم تؤثر على فرص الحمل. في بعض الكلام على ان اللحميات اللي حجمها 2 3 4 مللي نتركها وانها قد لا تؤثر، لكن ده حقيقه الراي ده مش كتير بيايدوه، لكن كل الاراء مفيش اراء بقى، اللحميات اللي فوق 4 5 مللي يقينا مؤثره على فرص السيده في الحمل ويجب ازالتها. لكن احنا رجعنا بعد ما قعدنا نتكلم ده كله وكنا راجعين نشكك لا ما فيش لحميه وبتقولي وعلى فكره بقى آه ما ظهرتش في الاشعه اللي بالصبغه يبقى مش موجوده لا هي ليس بالضروره ان تظهر الاشعه اللي بالصبغه. تمام؟ بعض اللحميات تظهر في الاشعه بالصبغه وبعض اللحميات قد لا تظهر في الاشعه اللي بالصبغه. واللحميه تاثيرها على الحمل زي ما قلت بالظبط كالسيده اللي مركبه لولب معانا اتصال تليفوني اخر. الو ايوه يا فندم اتفضلي يا دي. حضرتك أنا عندي 20 سنة كويس متجوزة بقالي سنة ونص كويس كمان أول أنا ما اتجوزت قعدت شهرين تقريبا الدورة ما كانتش بتيجي وهي ما كانتش بتيجي من قبل الجواز ولا بس أول ما اتجوزتي حصل خضة وبطلت تيجي؟ لا قبل الجواز كانت متلخبطة شوية كانت متلخبطة شوية أنتِ من الغربية ولا من الدقهلية؟ من بورسعيد من بورسعيد أهلا بيكي أوكي. يعني الدورة كانت متلخبطة شوية بيني وبينك هي كانت متلخبطه كتير وحضرتك انتي وعيلتك ما سالتوش وقلتوا مش مهم او اه قلتوا مش مهم لما تتجوزي هتتظبط كل البنات على ده الحال مين اللي في عيلتكم قالت لك كده كتير كتير عارفه الكتير دول عارفه الكتير دول اللي قالتلك لك كده الوقتي قاعده بتعمل لجوزها رز وشبار وبياكلوهم وبيتفرجوا على فيلم وبيتسلوا بينما اللي شال الهم هو حضرتك. ما هو انا كشفت قبل ما اتجوز. فالدكتوره قالت لي ولا يهمك كل حاجه بسيطه وبعد الجواز هتتظبط. قال لي عندي كيس دموي على المبيض. طب هو الكيس الدموي مش من اعراضه اختلال الدوره، يعني قد يكون في كيس دموي بس هو ليس سبب اختلال الدوره. بس كملي بقى. تمام، المهم اداني برشام من الحمد وقال لك خلاص نشف وراح. دا والدوره انتظمت وانت بتاخدي البرشام. لا انا خدت ثلاث شهور وبعد كده اتجوزت وبعد كده اتجوزت قعدت شهرين اه قعدت شهرين برضه ما فرحت كشفت الدكتور قال لي انت عندي كيس دموي على المجرى اداني برضه برشام منها الحمد اه وقال لي المفروض ان هو يتشال فانا بصراحه خفت اشيله برافو عليك هايله الدكتور للدكتور قال لي ان ده كيس قال لي ده كيس ولادي تمام وايه حضرتك إذاني بقى إذاني حضرتك حضرتك, حضرتك فاهمه حضرتك فاهمه الفرق بين ده كيس دموي وكيس زلالي يعني قلت له يعني ايه كيس زلالي يا دكتور الكيس الزلالي ده ولا ما بينزلش ولا جسمه بيمتص هو بيفضل كده لازم يتشال عملية. تمام هو حضرتك الكلام اللي بتقوليه ده ينطبق على حاجه ثانيه خالص اسمها كيس جار المبيض يعني بس الكيس جار المبيض ما بيلخبطش الدوره ثاني اكياس الدم والكيس جار المبيض اللي هو كيس جار المبيض كيس الزلالي ده حاجه ثانيه خالص الأكياس الزلاليه ده نوع من اورام المبيض الحميده انا ما اعرفش دلوقتي عندك ايه انا بس بترجم اللي انت بتقوليه اللي انت بتقوليه ليس طبيا مظبوطا لا يمكن يبقى فيه كيس دموي وهو سبب اختلال الدوره اكياس الدمويه ليست سبب لاختلال الدوره تمام ممكن يبقى الست عندها كيس دموي وعندها مشكله تانية عامل اختلال في الدوره كيس الزلالي ما هوش الوصف اللي حضرتك بتقوليه ده اللي هو قال لي ايه قال لي ده مش كيس دموي وماش كيس على المبيض من اساس وده مش هيروح بعلاج ايوه الكلام ده ينطبق على حاجه اسمها كيس جار المبيض بارا تمام الباروفيريان ده كيس بيطلع من بواقي ما كان سينتج الجهاز التناسلي لذكر لو كان هذا الجنين ذكر وحصل لها ضمور ويحصل تمدد بيها وتكون اكياس منها برضو هو ليس سبب اختلال الدوره وهو ليس سبب تاخر الحمل فيظل الكلام مبهم انا الدوره متلخبطه ليه وانا الحمل متاخر ليه تمام <applause> تمام <applause> يبقى حتى لو ده كيس اللي هو قاله حضرتك عليه كيس زلالي التعريف اللي اتقال لحضرتك ده هو تعريف الكيس جار المبيض باروفيريانست وده مش هيروح تمام وما تاثير الا اذا كان حجمه كبير قوي بيعمل استرتش بيشد الانبوبه اذا كان حجمه 5 6 سم فيما فوق خلينا نجيب قصه الكيس على جنب أربعة في أربعة. خلينا نجيب قصه الكيس على جنب شوف انا لسه عارف ان حضرتك هتفضلي خلينا نجيب قصه الكيس على جنب ونتكلم في الدورة اللي متلخبطة اللي ناس بتخدعك وتقول لك ده عادي وطبيعي وهرموناتك زي الفل وانت بس محتاجة شوية منشطات بسيطة طيب انا دلوقتي برضو زلت حوالي سنة ماشية مع الدكتور ما ادانيش منشطات خالص غير مرة واحدة طلب مني اللي هو تحليل اس اس اتش اتش طلعوا كام تي اتش طلعوا كام تي سي اتش اثنين وتسعة انا مش عايز ده انا عايز الاثنين التانيين اف اس اتش 3 و15 والتاني ال اتش 17 و5 وقال لحضرتك ايه الدكتور على التحليل الجميل ده لما بص فيه قال لك التحليل ده ما فيهوش حاجه قال لك التحليل ده ما حاجه كويس التحليل ده اذا كان صحيح فهو يشير الى تكيس مبيض من درجه شديده عدي بقى معايا جدا 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 اللي هو التحليل اللي ما فيهوش حاجه وتكيس المبايض يا ست البنات هو اللي بيلخبط الدوره وهو اللي بيأخرها وهو اللي بيخلي التبويض ضعيف وهو اللي بيخلي يطلع اكياس على المبيض وهو اللي بيخلي شعر راسك يقع كتير وهو اللي بيخلي ان بشرتك تبقى دهنيه ولا في حبوب تظهر في وشك او ظهرك او كتافك وهو اللي بيأخر الحمل <applause> والحاجات دي موجودة ولا مش موجودة؟ اه <applause> تمام اللي قالت لحضرتك ولا يهمك وما تروحيش لدكاترة بقولك لك دلوقتي عماله هي وجوزها واولادها بيتغدوا وحضرتك بتعملي ايه بتلفي على الدكاتره وشلت الهم تمام عشان قالولنا كده اللي بيشير قربه مخرومه بتخر على دماغه حضرتك قربتك انت اللي لازم تسعي عليها حضرتك صدقتي كلام الستات ها الست اللي قالت لك ما تروحيش لدكاتره وانتي انسه عشان الدوره ملخبطه دي لازم تسمعي كلامها في انك تطبخي لجوزك ايه؟ تعملي له الشبار اللي هي عاملاه لجوزها ده ازاي؟ ها؟ تاكليه ازاي؟ تمام؟ انزل السوق الساعه كام واشتري ايه؟ خبراتها عاليه في, في الحاجات دي. في كل ما دكتور يقول لي لازم طب دلوقتي انا ولا اعمل ايه ما انا ما عرفش انا ما اعرفش انا ما مش ما, ما عرفش قله علم ما عرفش التشخيص ايه حضرتك قلت كيس دموي قلتلك مفيش ما كيس دموي يعمل اختلال في الدوره ولو كيس دموي الاكياس الدمويه انواع وفي كيس دموي لازم يتشال بس كمان تاني والكيس الدموي لو ده كيس دموي ما بيعملش لخبطه في الدوره والهرمونات اللي حضرتك قلتيها دي شديدة السوء وهذا التحليل شديد السوء واللي قال لحضرتك التحليل ده طبيعي وما فيهوش حاجة هو يقيناً يا اما بيضحك عليكي يا اما يعني هحتفظ بالجزء الباقي يعني مش عايز اقوله تمام لان هذه التحاليل لو صحيحه فهي يقينا تشير الى مشكله شديده ومتطوره ومن درجه شديده ده بالنسبه للتحاليل نيجي بقى للكيس الكيس اللي قاله حضرتك لازم يتشال ده انا ما اعرفش ما اعرفش هو ايه كيس ميه يبقى يفضل انه يتشال لانه لو بقاله فتره طويله وما بيروحش بعلاج يتشال ولان حضرتك ما بيدوكيش تنشيط للتبويض مش لان تبويضك هايل لانهم خايفين يدوكي تنشيط للتبويض في وجود الكيس فحتى الكيس ده لو كيس طار اللي هو جار المبيض الذي لا يمنع حمل ولا يمنع دوره ولا يلخبطها ولا يحتاج لعلاج لكن كل ما الناس هتعمل سونار وتشوفه تكش انها تدي لحضرتك تنشيط للتبويض تمام طيب دلوقتي انا رحت للدكتور عمل لي عمليه شفط من على من على البطن باذن الله بعد شهر اثنين من الشفط هيرجع الكيس تاني بنفس الحجم. هو بدا يرجع تاني فعلا. الف به طب هو الدكتور ما قالش لحضرتك كده قبل ما يعمل شفط للكيس؟ لا. الله اكبر. طب بذمتك كده وانا قاعد هنا وانت في بورسعيد انا بقول لك هيشفط الكيس بقول لك هيرجع بقى يعني ببقى عارف اهو حضرتك محتاجة تروحي لطبيب تأخر حمل. فستسمعي كلام مختلف 180 درجة عن اللي بتسمعيه، يعني حضرتك بيقولوا لك أنت كويسة هيقول لك أنت وحشة. هيقول لك التحاليل دي كويسة هيقول لك التحاليل دي سيئة. هتسمعي كلام مختلف 180 درجة. وطبعا الكلام المختلف 180 درجة هيكون هو الكلام الصحيح لأن حضرتك مشيتي ورا الكلام اللي بيتقال لحضرتك بتاع أنت كويسة وحلوة وده مش لازم نشيله وتعالي نشفطه. حلوة جدا بتاع تعالي نشفطه، ونشفطه من البطن كمان، مش من المهبل. من البطن. فالكيس هيرجع يقينا يقينا بعد اسبوعين بالضبط اسبوعين تو ويكس من شافته هيبتدي يرجع تاني ثم بعد شهرين هيوصل لنفس الحجم اللي كان عليه ما قالوليش الكلام ده ما هو انت في حاجات كتير ما اتقالتلكيش ال اتش 17 والتحاليل دي حلوه يعف لساني عن ان انطق ما اريد ان انطق به على الهواء. هذه التحاليل شديده السوء. وللاسف الشديد معظم ما قيل لحضرتك يبتعد تماما عن صحيح الطب. طيب بس حضرتك بقى كان لازم لما عشان تبقي يعني نيرة كده في تعاملاتك طب انتوا شفطتوا كيس طب في دكتور قال لي ده كيس دم وفي دكتور قال لي ده كيس زلال وفي دكتور قال لي ده كيس ميه وفي دكتور قال لي ده كيس مش عارف ايه لما شفطتوه طلع ايه كان المفروض حضرتك تسالي السؤال ده عشان تعرفي مين فيهم اللي كان تشخيصه صحيح طلع ميه ولا زلال ولا دم تمام فكنت تعرفي هما متجهين فين بس انا متاكد ان حضرتك ما سالتيش هذا السؤال لانه لم يخطر ببالك لانك مش عارفه تلعبيهم مش عارفه تصدي وتردي ف هروح اسال الدكتور هو طلع ايه فهيرد عليك يقول مش فاكر قبل بس ما ما تخوضي هذه التجربه الدوره اللي ملخبطه وهرمون ال ال اتش 17 دي ليها في الطب تشخيص واسم ومرض تاني خالص غير اللي اتقال لحضرتك تمام وبارك الله في كل سيدة سألتها سيدة تانية فحطت لسانها جوه بقها ولم تفتي في مهنتنا المستهانة وقالت لها ما حضرتك تروحي لدكتور فهو من يفتي في حالة حضرتك تمام وتقول لها تسأليني أنا ضعي البيبي ازاي تغيريله ازاي تشتري ايه من السوق تطبخي ايه وخبراتي ساعتها في المطبخ وفي الحاجات النسائية غير مسبوقة وتسبق طبعا وتهدم قدرات الأطباء معنا اتصال تليفوني آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أم محمد عندي 36 سنة كويس ومتجوزة بقالي 10 سنين ربنا يخلي لك محمد وولدتي بعد قد ايه من الجواز معايا محمد وملك ربنا يخليهم انا شلت بعد الجواز على طول بشهر يعني شهر واحد بعد الجواز وشلت حصل حمل بالحمد. بعد الجواز مباشره اه وجبت محمد وبعدها بسنتين جبت ملك وبعدين وبعدين بالوقت من سنه كده عملت شلت تاني في الشهر التاني من الجنين نزل رحت الدكتوره قالت لي انا مش باين في حمل خالص تعملي لي اختبار رقمي فعملت اختبار الرقمي طلع ايه؟ طلع اه في حمل. وطلع كام دل... الاختبار الرقمي؟ ما احنا بنعمله رقمي عشان نقول الرقم فلازم نقول رقم فاذا ما قلناش الرقم ما بقى كانش في اهميه ان نعمله رقمي كان الرقم كام؟ سبعة 87 100 يا فندم 10,000 ده لازم يبان بالسونار لو التحليل ده صحيح لازم الحمل ده يبان بالسونار والحمل ما بيبانش الحمل ضعيف خالص الحمل ما بيبانش الا بالسونار المهبلي عندما يتعدى هرمون الحمل الرقمي 1000 ويبان بالسونار المهبلي ويبان كمان بالسونار البطن لما يعدي هرمون الحمل 6000 ف 10000 وما كانش باين يعني اه ما مش باين فالمهم شويه وقالت لي لا ده هينزل بعدها باسبوعين قالت لي تعاليلي بعدها ب 10 ايام جيت لها قالت لي لا ده الحمل ده هينزل ونزل عليها دم فعلا ونزل الحمل. السؤال. فبعدها بعدها ب 40 يوم شلت تاني. ااا فبرضه غاب ثلاث شهور الا اسبوع ونزل عليها دم و تاني. فعايزه نعرف السبب رحت عملت تحاليل فقال لي عندك مرض القطط. بنسبة تسعة بنسبة تسعة وثمانية من عشرة صدق بالله لا إله إلا الله بعض المشاهدات لهذا البرنامج هم قاعدين دلوقتي متوقعين أنا بسن سكاكيني وحرد عليكي إيه وهم يقدروا يردوا اللي اتقال لحضرتك ده وهم لا يوجد في الطب مثل هذا الوهم وهذه الخرافات ولا في مرض للقطط ولا كلاب ولا عرس ولا فران والكلام ده انتهى من الطب من عشرات السنين ولم تعد هذه التحاليل محل طلب في حالات الاجهاض وايام ما كانت بتطلب من عشرين سنه كانت كمان لا تطلب في حالات الاجهاض المتكرر فلو سمحتي ان تلقي هذا الهراء وراء ظهرك وعليك البحث عن سبب حقيقي طب انا رحت لدكتور تاني بعد برضه ما انا رحت دلوقتي ثالث مره بنسبه ثلاث مرة نجهض فلقيت الدكتور يعمل لي تحليل اسمه تحليل سكر تحليل سكر وهرمون لبن فطلع عندي هرمون اللبن عالي هرمون اللبن العالي ليس بالضرورة هو سبب مثل هذه الاجهضات يجب يعالج اه بس مش هو ده المشكلة هو دي المشكلة حضرتك؟ مش هو ده المشكلة ما المشكلة لا أعلم لإني لم أرى حضرتك وبالتالي لم أطلب التحاليل أنا يمكنني بس أن أقيم ما طلب من حضرتك إن ده له معنى أو ملوش لكن عشان أقول كلام محدد لحالة فلانة أو خاص بيها يجب أن أرى فلانة لكن نتكلم هنا في البرنامج على نصائح عامة ما نقوله في هذا البرنامج وعلى صفحة البرنامج وعلى الأسئلة اللي بتجيلنا هي نصائح عامة نصائح عامة ليست خاصه بحاله فلانه او بتشخيصها او علاجها ولا تفيد مطلقا النصائح اللي بنقولها الا اذا كان من قال التشخيص كلامه صحيح، لكن التشخيص الحقيقي يحتاج الى رؤيه مريض ومتابعه طبيب وجلوس المريض ده قدام الطبيب، لكن اقدر اقول لحضرتك كده ان مفيش فيش حاجه في الطب اسمها نسبه قطط والكلاب والامراض والفيروسات والمش عارف ايه كسبب للاجهاض، اقدر اقول لحضرتك كده بعلو الصوت. تمام طيب؟ لان ده ليس مسجلا ولا مكتوبا في كتب الطب الان تمام طيب؟ اقدر اقول زي السيده اللي اتصلت كده اللي اقول ست مرات اقول لها ان ادويه السيوله والحقن بتاعه السيوله لا علاقه لها باجهاضات الاسابيع الاولى وان كان لا ضرر منها لكن لا فائده دي قواعد عامه لكن مش عارف هي عندها ايه بالعينيه ولا حضرتك عندك ايه بالعينيه لان هذا يحتاج الى رؤيه مريض وان كان الاتصال هنا بالتليفون ليغني عن المتابعه الطبيب ورؤيه المريض لما كان حد تعب لكن ان شاء الله حضرتك ربنا يوفقك لكن لما حضرتك قلت لي على تحاليل لفيروسات وميكروبات وقطط اعترضت لكن لما قلت الدكتوره طلب التحاليل للسكر وتحليل لهرمون اللبن لم اعترض عليه طلب هذه التحاليل اكن بقى التحاليل دي وطلبها واحد من الفحوصات اللي مطلوبه في حالات الاجهاض المتكرر وبالتالي ما هو حق نقول انه حقا لكن لما حضرتك قلت لي هرمون اللبن عالي قلت لك ايوه يجب ان يعالج لكنه لا يبدو انه هو المشكله التي تحدث هذه الاجهاضات المتكرره لان هرمون اللبن ليس له مثل هذا التاثير الدكتوره كمان طلبت تحليل سكر، معرفش سكر ايه اللي طلبته لان السكر عندنا سكر صايم وسكر عشوائي وسكر بعد ساعتين من الاكل وسكر تراكمي وحاجه اسمها منحنى سكر وكل دول اسمهم تحليل سكر فانا مش عارف هي طلبت مين فيهم وممكن كمان تطلب حاجه اسمها فاستنج انسولين وكل ده كلام له انطباع وله تاثير وله دلاله في بعض حالات الاجهاض. لكن حضرتك ما قلتناش طلب التحليل ايه سكر وطبعا كالعاده مش هتبقي عارفه طلب التحليل ايه وكالعاده نقول لك الرقم ايه هتقولي آه قالوا لي كويس فهتبقى برضو كلامنا مش قاطع لانه الارقام يجب ان تتحدث ويجب عندما يكون هناك رقم الرقم يتحدث ويبقى هو الدلاله اللي بناء عليها نقيس زي ما حضرتك قلت لنا كده كان هرمون الحمل الرقمي 10000 فقلت لك ايوه اول ما قلتي رقم قلت لك ده لا لازم كان يظهر بالسونار ما ينفعش ان حد يعمل سونار العيانه وهرمون الحمل الرقمي 10000 آلاف على فكره الحمل مش باين ما ينفعش تمام طيب؟ لان هو اكيد باين يا يعني اما لو مش باين يبقى حمل خارج الرحم وحضرتك ما كانش حمل خارج الرحم فاكيد هو كان داخل الرحم وبالتالي اكيد كان باين فهو الرقم يتحدث لكن عموما في مشكله عند حضرتك ومشكله الاجهاضات المتكرره المبكره هي سببها في الاغلب سوء في جوده البويضه التي خصبت وسوء جوده البويضه هو اسم عام وتشخيص عام تحته مئات وعشرات الاسباب التي يجب البحث عنها والفحص عليها وتحديد من فيها. لكن الحقيقه اللي بيقوم بتحديد انهي الاسباب المرجحه اللي بناء عليها نطلب هذه الفحوصات هو الطبيب الذي يرى الحاله. قبل ما نختم مش هناخد الصور كلها عشان عارف الوقت انتهى ممكن ناخد صوره او اثنين دي التعليمات المذاعه بوزاره الصحه المصريه للسيدات الحوامل للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا ومرض كوفيد 19 زي التعليمات العامه للناس كلها لكن لان الحوامل مرحله خطره وتمثل ضغط على الجهاز المناعي للسيدات الذي يقل كفاءته فبالتالي تبقى السيدات عرضه اكتر ممكن نشوف الصوره اللي بعديها ما تخرجيش من المنزل الا في حاله الضروره القصوى او للمتابعه مع الطبيب فقط تمام طيب؟ وده كمان مش هيمنع الاصابه بفيروس كورونا عشان كل ما تتصل واحده عندنا في العياده ونقول لها حضرتك اللي عندك ده اسمه اشتباه في كورونا ما اسموش دور برد وما اسموش اصل انا استحميت بميه ساقعه وما اسموش اصل انا اتعرضت للمروحه وما اسموش اصل انا عندي الدور اللي ماشي وما انا عندي حساسيه وما اسموش ان انا عندي رشح وما ان انا اتعرضت لفحة هواء تمام طيب؟ او نقول لها عندك اشتباه في كورونا يقول لك وهتجيلي منين ده انا ما بخرجش وتكمل الجمله بقى علشان اثاره إيه 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 الناس اللي موجوده ده انا ما بخرجش غير عشان اروح لحضرتك العياده حضرتك جايز تكوني ما بتخرجيش بس اكيد انت كائن يتنفس وكل من يتنفس هواء فهو عرضه للاصابه بهذا المرض حيث هذا مرض تنفسي ينتقل بالهواء وبالدروبلت وبالرزاز فلو سمحتي يجب ارتداء الكمامه وتقويه الجهاز المناعه من خلال الاهتمام بالاكل الصحي وبالتعرض للهواء الطلق وبالشمس وزياده المناعه قدر الامكان واخذ الاجراءات الاحترازيه والتعامل مع اي شكوى باي شك باي درجه على انها كورونا الى ان يثبت عكس ذلك وحتى اذا ثبت عكس ذلك فنحن في زمن هذا الوباء فكل هذه الاعراض تترجم الى هذا المرض. نرجع كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير